ادي التالي، ادي الرابع. اوف، الرجل جه واشتغل. اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه جديده في لعبه كار فور سيل. بقالنا كتير قوي، يمكن اكتر من شهر ما نزلناش اللعبه دي، وفي كتير منكم في التعليقات يا عم ميدو نزل تحديث للعبه، نزل تحديث للعبه، بقالنا كتير قوي. بس انا قلت بقى مش هنزل اللعبه دي الا لما ينزل لها كام تحديث حلوين كده، فنزل لها كده كام تحديث حلوين، من ضمنهم الدراج ريس، وده اللي انا كنت مستنيه الصراحه، وده اللي انا كنت حاطط العربيتين دول اللي هي الاودي والعربيه الفيراري اللي ورا، يعني عشان ندخل بقى بالسباق والكلام ده كله ونجربه. بالاضافه كمان ان انت دلوقتي تقدر بكل سهوله ان انت تشغل عندك واحد ينظف لك المعرض والعربيات والدنيا دي كلها. مش بس كده، ضافوا عربيتين جداد، بي ام دبليو وعربيه فولكس فاجون او جولف زي ما بقولوا. وصراحه اول مرة اشوف الباص ده، معنى كده ان المنطقة دي هي اللي هيبقى فيها الدراج ريس. عيب عليك يا ابني، الدراج ريس اهو مفروض تقريبا بقى مفروض بنركب الباص او الدنيا دي كلها. احنا بصوا هنمشي واحدة واحدة في التحديثات لحد ما نشوف الدنيا بتاعتنا. فاكرين ما قلتلكوا البيت ده اكيد هيبقى له حاجة، او اكيد هيحصل له حاجة. بس دلوقتي السؤال، هل انا مثلا لو حبيت ادخل بالدراج ريس لازم ادخل بعربيتي؟ تعال نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت بعربيتي. بقعد اكلم العيال دي بقى. ايوه فهمت. كل واحد من دول يا جماعه ليه عربيه معينه، يعني مثلا انت عاوز تسبب عربيه قديمه يبقى تجيب الشاهين وتيجي مثلا تسبب العربيه دي، عاوز تسبب عربيه وسط يبقى تجيب معرفش ايه وتسبق. ايه ده؟ وانا اقدر لا, لا 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 يعني كل واحد دي العربيه بتاعته، يعني مثلا لو فزت على الراجل ده هاخد العربيه دي، فاهم؟ وهكذا يعني. فخلينا دلوقتي نكمل جولتنا كده، وبعد كده نرجع للدراج ريس ده، لان الصراحه العربيه اللامبورجيني دي انا منشل عليها، مع ان بصراحه انا بحس مش لامبورجيني يا عم ميدو، بوجاتي تقريبا. لا لا لا، هي لامبورجيني، مع ان والله بحس ان اللامبورجيني دي اقوى واسرع بكتير من الاودي اللي معايا، معرفش ليه يعني، بس ربنا يسهل ان شاء الله. شوف يابا النايترو حريقه، يابا حريقه. ايوه خبطنا، عملنا حادث، موتنا. بس في حاجة لسه مش عدلوها هنا، وهو موضوع الفرامل برضو مش الواقعي، فاهم انت ازاي؟ والله هو الواحد يمكن عشان بسبب جراند فهو متعود ان معرفش والله. تعالى كده نبص بصه نشوف هل هناك سيارات جديده نزلت هنا. وصراحه يا جماعه انا ما بنزلش اللعبه دي كتير لان هي بقت روتينيه، مش عارف اقول لك ايه، يعني بتشتري عربيه تبيعها، مش عارف تروح تعمل ايه، فاهم؟ فكله روتيني روتيني روتيني، مفيش جديد. حتى هنا برضو مفيش عربيات زي الناس، ولحسن الحظ كمان سوق الجمعه النهارده قافل. طيب خلينا بقى ندخل كده اول حاجه في السخان كده، بما ان احنا لسه موجودين هنا، خلينا ندخل بقى على سباق السحب ونشوف هل يا ترى هنقدر نكسب البوجاتي ولا لا. لا 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 لا. ايوه دخل عربيتك سليمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس، عايز اشوف السكيل بوينت عندي كام. عايز يبقى عندي 2 سكيل بوينت لربما اقدر افتح الراجل ده ان هو يجي يشتغل عندي في المعرض. والله احلى حاجه المسدس ده، انت عارف البدايات دايما في لعبه بتبقى صعبه، بس بعد كده تلاقي الدنيا بقت سهله معاك. في كتير منكم صحيح سالنا على لعبه ميد سرفايفل عم ميدو، عايزينك تلعبها، وعن ماينكرافت والالعاب دي كلها على القناه الثانيه العم ميدو شورتش. ان شاء الله هنبدا ننزل الالعاب دي واحده واحده، ان شاء الله ربنا يسهل. السلام عليكم. خلينا نبدا اول حاجه بالراجل ده. طبعا هنا بيقول لي ان العربيه بتاعته عامله 420,000 جنيه وهتسابق في المكان ده، موافق ولا لا؟ اقول له طبعا موافق يا برو. تقريبا هنا بقى في فوز وخساره، لو انا خسرت المفروض هياخد عربيتي، لو انا فزت هياخد عربيته. سبحان الله، جميع انواع الحاجات الغلط في حياتك بتيجي تجربها في العاب هنا. اوف 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 اوف، ايه الشوك جامد ده يا جدعان، يا نهار ابيض، وكاميرات فوق العربيات ودنيا. وات ده واحد حقيقي؟ بسم الله. ايه ده؟ ما تقوليش انها هد غيار. لا يا شيخ، لا يا شيخ. ايه تمام؟ 2 1 شفت اللي حصل دلوقتي؟ ادي التالي، ادي الرابع، يلا اديله. وفزت يا جدعان، ايه السهولة دي؟ هو في ايه؟ بس كده؟ فزت يا جدعان، بقى معايا 840,000 جنيه. وات مان، اقدر اسابق تاني من غير ما ارجع؟ خلينا نرجع تاني ونجيب واحد تاني. ايه ده يا جدعان؟ العربية الأودي معقولة تبقى أجمل من اللامبورجيني؟ ولا هو معرفش يسوق؟ تفتكروا تسابق معايا الاودي ار ار هيديني 161؟ تعالى تعالى يا اسطى، ده طلع يا جماعه الحوار ملوش علاقه اصلا بالعربيات، سابق بقى اي عربيه تيجي في وشك على طول. انت كده جامد يعني؟ شايف يا باشا الوحش الاسطوري واقف ازاي؟ هو ده المطلوب اثباته. طور يا باشا، خلي الطيارات، خلي ما تجيب يا اسطى العربيه الكيا دي، خلينا ندخل بيها. شغل يا باشا عربيتك. سامع؟ يالا سامع، ده انت هتتباس دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى يا زميلي، خلي بقى المرة دي من المنظور الداخلي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. روح ادي التاني. المشكلة أنا خايف منه لأن عربيته قديمة، ممكن يكون حاطط تحت الماتور حاجة، فاهم أنت الموضوع إزاي؟ ما
بس كده شكرا. انتوا تعرفوا اصلا ان في خطين فوق باينين، ده بيبين انا وبيبينه هو. كسبت يا جماعه. ده ايه ده يا جماعه؟ ده في مكاسب رهيبه هنا، والله انا فرحان. اوف، مش دي العربيه اللي طلع عيني علشان اجيبها يا جماعه وادور عليها وفي الاخر ما لقيتهاش؟ يا اسطى تعالى تعالى يا اسطى، انا عايز العربيه بتاعتك دي. نيسان يا جدعان جي تي ار. يا نهار ابيض، ما توقعتش كده نهائي. يا الله يا الله. طب هو ليه مداري؟ ما تشيلي يا عم اللوحه دي خلينا نشوف النيسان جي تي ار. يا نهار ابيض، شايفين من فوق بس تحس من فوق كده العاب زمان، فاهم انت؟ فاكر انت الالعاب اللي هي بتاعت اللي هي الاتاري دي، فاكرها؟ نفس الكلام بالظبط. شغل يا باشا موتورك. تعالى وانا هوريك العنف على حق. تعالى يا اسطى تعالى يا اسطى تعالى انا هوريك. سامع؟ سامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا معرفش ليه انا بطلع قبله يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا استحلتها، قلت بس اوف اوف على النيسان جي تي ار. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش مصدق انا خسرت فلوس يا جدعان. يا نهار ابيض، شفت السرعه بتاعتها؟ وال، طب انا هكسبها ازاي دي؟ ده انا كده محتاج عربيه مازدا بقى او العربيات النادره. يا نهار ابيض، وانا اقول لك بقى هكسب بقى النيسان جي تي ار وبتاع، ده طلعت حطت عليا وعلى العربيه وعلى الناس كلها ومشيت. ما توقعتش كده نهائي، والله ما توقعت. العربيه سريعه بطريقه رهيبه يا جدعان. ده ايه ده؟ الله 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 الله. اوه كنت هخبط دلوقتي خبطه كمان، كان الاودي كملت. لا 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 لا، لا اودي ولا العربيات دي جايه معاها في حاجه يا جدعان. يا نهار ابيض، خلي دلوقتي بس والله انا مصدوم، والله كنت عايز اعمل ايه؟ انا نسيت. طب دلوقتي العامل ده انا عايز اجيبه، اعمل له ايه طيب عشان اجيبه؟ خلينا ننظف العربيه، اجيب تو سكيل بوينت. هو تقريبا لازم انا العامل ده اشغله يا جماعه، بس تقريبا لازم اروح اتكلم معاه او حاجه زي كده، مش كده؟ على الصدمه يا جدعان، صدمه كبيره. وعيال سميره، خلينا ندور يا جدعان على الشحات ده. انا عايز اشغله صراحه معايا في المعرض هنا. انا من بعد الصدمه اللي حصلت لي دي انا منبهر. طبعا في كتير منكم قال يا عم ميدو تقدر تجيب العربيه، مش عارف توقف عربيتك وتشغلها، واللي قال لك سيب العربيه شغاله وروح معرفش ايه والدنيا دي كلها. طبعا ايه ده، انا معايا لامبورجيني واقفه هنا، ممتاز. طبعا الكلام ده كله يعتبر في الفاضي، هي العربيه بتطلع لك نظام حظ كده وخلاص يعني، انت ورزقك، فاهم انت الموضوع ازاي؟ خلي بس اخد جوله كده في المدينه، ادور على الميكانيكي باشا ده، قصدي الشحات باشا ده، شغله معايا في المعرض. يا عم اغسل لي يا عم العربيه الرويال عليها، اصل انا صراحه تعبت صراحه من موضوع الغسيل والكلام ده كله. بالمره خلينا ندخل هنا، ولو ما لقيناش الشحات هننام بقى ونصحى ثاني يوم الصبح، اهو يكون المزاد اشتغل ولا حاجه، يبقى ساعتها نقدر نلاقي عربيه ثانيه، وممكن الله اعلم يمكن نلاقي الجي تي ار. بس يا جدعان الجي تي ار دي انا مستحيل اسبقها ثاني لما يكون معايا نفس العربيه. ده ايه ده يا عم؟ العربيه سريعه بطريقه رهيبه جدا. هو بيتنا فين يا جدعان؟ متهيألي ده بيتنا. بس كده خلينا ادخل انام. والله يا جدعان انا لحد الان منبهر، اللي هو بص نايم كده مظلوم مش فاهم اي حاجه. قول لي خلي بالك يا اسطى، عليك ديون ادفعها. 53000 قرد يركبوكوا يا ولاد اللذينه. انتوا عارفين انا بحب بصراحه بتاع الاتوبيس احسن من العربيه، لان هو بيخليها تنقل بسرعه او اتنقل بسرعه. نفسي افهم هم قاعدين ينزلوا تحديثات، طب ليه ما يظبطوش الكاميرا؟ بصوا يا جماعه انا معلي السنسور بتاع الماوس، بحاول بصعوبه شديده. بس انتوا تعرفوا ان انا فرحت ان هو نزل هنا الجولف او الفولكس فاجون، بحبها جدا يا جماعه الفولكس فاجون، اللي هي العربيه الهاتش باك دي رهيبه، دايما بيقولوا عليها جولف. خلينا نشوف سوق الجمعه بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر على الخبطه دي، تويوتا كرولا. لا دي كنتوا بتقولوا عليها ايه يا شباب؟ والله نسيت. لا لا والله ما فاكر، نسيت 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 نسيت. ايوه كده، خش عليها بالتقيل. في كام عربيه هنا تقيله؟ في يمكن عربيه او اتنين بس هم التقال، فخلينا نشتريهم بالمره. خلينا نبدا اول حاجه بالعروسه دي. العروسه دي حرفيا متدمره، اكيد هيطلب فيها 171000. اقول له لا يا اسطى بعد اذنك انا هاخد في العربيه 140000 ومفيش كلام عن كده. ده 14000 يا عم ميدو، عارف والله العظيم، بس انا لازم اخد الزبون بعد كده اروح مزود له الصفر. بحا وهو ساكت، شكرا يا برو. طبعا دي بقى قاعده مستكنيسه، عربيتها تمام، عندها الدمج 33% وعندك فينا حاجات عايزه تدين اللي هي باللون الازرق. هي طالبه كام؟ 430000، احنا نقولها 340000، فاهم انت؟ 1 2 3 يلا يا حاج. هو ده اخري معلش والله يعني. مش عاجبها السعر يا جدعان.
طيب بص بقى، احنا هنعمل بس فحص كده العربية بتاعتك، خلينا نشوف العربية فيها حاجة تانية، لان انت في الغالب عربيتك بالمنظر الفظيع ده يبقى اكيد هتكون عاملة حادثة، فاهم انت ازاي؟ فلازم نشيك كده من بص بصة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفتكر الفحص هيطلع لنا حاجة غلط؟ جاهزين؟ 3 2 1 ده مش 53%، مش 33 بنت النصابة. شايف من 430 لكام؟ وانا ساعتها بقى احط السعر اللي انا عايزه، 330,000، وما فيش غيرهم يا حاجة، هو بس ده اللي عندي. بيعي وانت ساكتة، بس كده بس كده. اشتري يا باشا حاجتك وقلبك جامد يا باشا. يلا ودي بقى العربيتين دول على طول على مركز الصيانة عشان نبدأ نصينهم، وكده اتوقع ما فيش اي عربية زي الناس عليها القيمة نشتريها كده، خلاص زي الفل كده ليومنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم يا عم عشان الناس اللي بتتابعني من دول الخليج ما يزعلوش، هنشتري لكم العربيه دي يا عم، ولا تزعل نفسك. اسمها افالون، تويوتا افالون. طبعا هو طالب فيها 35,000، والعربيه ما شاء الله فول دامج. هو ايه يا جدعان، انتوا كلكم كده ولا ايه؟ عموما خلينا نعملها شيك بالمره، مع ان اصلا مش مستاهله يعني، بس العربيه دي هتاخد لها لون ابيض او لون اسود وهتبقى رهيبه. يا باشا عيب عليك، 35,000 31,000 وهم 25,000 وعفى الله عما سلف. يلا يا حاجه بترهلاتك دي، مش عايزه؟ طيب خلاص، 28,000 ده اخري صراحه يعني، انا مش هقدر انزل عن كده. تمام يا حاجه، شوف انت رايحه فين. يلا يا باشا روح على البيت دلوقتي. يلا بسم الله. ولا اقول لك انت بالمره روح على البيت وانا هاجي لك احصلك دلوقتي يا مسهل الحال يا رب. بس يا جماعه والله انا اتفاجئت بالعربيه جي تي ار دي، ان هي اختفت كده. لو ده ايه ده يا جدعان، انا ما توقعتش. انا قلت بس هوصل بسرعه، ده عربي فاهم اللي هو الشغل ده. فين الواد الشحات؟ والله يا جدعان انا مستغرب، كل ما اجي ادور على الواد ده يعني وقت محتاجه ما لاقوش. اوف العربيه دي فخمه قوي من جوه يا جدعان. ايه رايكم في محاكاه الشحنات نسافر بيها؟ اصل انا بفكر دلوقتي ان انا اكمل بقى رحلتي من مصر لليبيا ان شاء الله. وليه رايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله، عدل يا برو. عندك برضو هنا الدنيا دي، خلينا نشيك على العربيه دي بالمره نشوف ايه نظامها. العربيه تمام ما فيهاش اي حاجه. طب ممتاز. احرامي ما لقيتش يا اسطى الواد الشحات، ما تعرفوش فين؟ والله يا اخي انا ما عارف الشحات ده بيروح فين. اهو، ازيك يا زميلي، اخبارك ايه؟ بقول لك ايه يا اسطى، انا عايزك تشتغل معايا، ايه رايك؟ اشتغل. والله اشتغل في البتاع. هو فين بقى؟ يا اسطى ده ايه ده؟ يعني اديته بس راتب اسبوعي كده وخلاص، ولا المفروض هيجي لي بقى من بكره؟ والله ما عارف صراحه، المفروض هيجي لي من بكره ده ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. بس هو الراجل كده سحب عليا ولا ايه؟ انا مش فاهم برضه، عايز افهم الدنيا. نشاكر العربيه دي؟ لا يا باشا انت كلك دمار شامل، تعالى. يا نهار ابيض على الدمار الشامل اللي فيكي. خليني كده ادي غسله نظيفه للتويوتا بس نشوف هنعملها ايه بالظبط من ناحيه الدهانات والكلام ده كله. والله يا جدعان العربيه دي صوتها جامد وشكلها من جوه بصراحه رهيب. هي فعلا العربيه النازله الجديده كلها شاشتها كبيره كده. نبدا نفتح بقى لونها على الاخر، الابيض. ايوه على الاسود. والله صراحة أنا ما عارف، بس صراحة حاسس إن اللون الأسود كده مش لطيف. طيب إحنا ممكن بقى نعمل حركة، إحنا لو إدينا له بولش أسود يعني نديله كده كاتم، ورحنا مدينه لون أسود بقى خالص. مش ماشي عليه على فكرة، خلاص خليها اللون الأبيض، ونبدأ نديلها البوش بتاعها اللي هو البلمع ده ويفتح تاني. لا 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 لا، خليها بس كده مثلا بلمع كده وخلاص، يعني كده كويس صح؟ بس كده زي الفل، متشكرين جدا لحضرتك. نرجع بقى ورا ونبدأ نظبط لها الكاوتشات بتاعتها بالمرة، نبدأ نرفع لها السوست بتاعتها شوية، لأن الصراحة بحس العربية دي هابطة زيادة عن اللزوم، خاصة إن إحنا هنا عندنا في مصر مش هتمشي نهائي. الكشافات اللون الزرقاء اللي أنا بحبها، أيوه يابا اللون ده رايق، والله رايق من غير اي حاجه. بالنسبه للكاوتشات اوف الدنيا ليلت، في الغالب هتبقى لونها ابيض بالشكل ده، بس عايزين بقى لون ابيض شكله الشياكه بعد اذنك يا عمده. ده حلو ده، بس كده كده يعتبر ظبطنا العربيه. اتفرج بقى على الوحش، شوف بقى نور كده الاضواء يا برو وعرفهم. يا سلام بذمتكم يا جماعه الشكل مش خطير؟ والله شكلها خرافه. الظهر بتاعها من ورا شكله كده مش لطيف برضه، فاهم اللي هو ما حبيتش انا الظهر من ورا. ما علينا، خلينا نبدا نركنها هنا، نروح ننام ونصحى الصبح على امل ان الشحات اللي احنا جبناه ده نلاقيه موجود. يا رب يا رب يبقى موجود يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الراجل جه واشتغل، الله اكبر عليك، الله اكبر. وريني بقى يا اسطى ازاي بتشتغل كده. يا سلام، ولابس الماسك بقى يا جدعان ومروق على نفسه، ترويه ايه؟ والعربيات لا صدقوا لسه. طب بقول لك ايه، خليك كده نطور مهاراته شويه يا اسطى. عايز تطور مهاراتك بس كده كده المفروض بقى. بقول لي ايه بقى هنا في التطويره دي؟ بقول دلوقتي الراجل ده هينظف عربيتك مجرد ما انت تركنها وتنزل منها، هو هيبدا على طول اوتوماتيك ينظفها. وات جماعه ده بيديني سكيل بوينت كمان، خلينا نشوف كده. انت بتنظف من فين يا غالي؟ صباح الخير. لا وبصفر وقلع البتاع. طب والله العظيم شكله لذيذ صدقوا. طب تمام، طيب سبحان الله سبحان الله، يعني
شفت انت الفيديوهات بتاعت الشحاتين اللي باخدوهم من الشوارع كده ونظفوهم وظبطوهم؟ والله العظيم شكلهم جامد. نظف يا مدير وانا هساعدك اهو عشان نخلص. بس والله العظيم عجبني يعني برضو ان هو بيديني سكيل بوين معاه والكلام ده كله، بيشاركني يا اسطى. صرت كده ياخد سكول بين لوحده، بس انتوا عارفين انا بحسه بطول قوي، فاهم انت؟ بس هو اي مصلحه خلاص، اي شغل خلاص، هو بنظف اول باول على الاقل يعني عشان عبال ما تبص وما تنتهيش بسرعه. ولازم تكون عارف ان انا معايا مدفع، هو معايا عيني يا رب في البتاع اللي في ايده دي، بس ان شاء الله هطورها انا واخليه يمسك مدفع عشان يقدر ينظف بسرعه والدنيا دي كلها. بس كده نبدا بقى نصور العربيات بتاعتنا ونعرضها للبيع. وخليني بالمره، لا دي عربيتي الخاصه صحيح، متهيألي في عربيه هناك. يا نهار ابيض. السلام عليكم. ظبطت العربيه يا زلمه؟ كله تمام. بسم الله ما شاء الله عليه. عروسه بسم الله. بس فرامل بقى يا اسطى كده في السريع، والله ما عارف صراحه اوقف العربيات دي فين. بس كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نعرض العربيات للبيع. خلينا نبدا اول عربيه معانا باللامبورجيني. طبعا العربيه ماشيه 64000 كيلو، حوار المشي ده خلاص مش فارق معانا. العربيه انا كنت شاريها ب 500000 ويعتبر ما صرفتش عليها اي حاجه. بعد هنبدا نبيعها ب 850 وشويه فك. ندخل بعد كده على فيراري ماشيه 52000 برضه، موديل 2005 واسمها الاف 430. انا شاريها ب 210 وصرف عليها 750 جنيه، يعني انا هعرضها للبيع ب 500000 متقفلين. اتفضل يا باشا. والعربيه الفيت زي ما انتم شايفين شارينا ب 140 وصارفين عليها 1000 جنيه، فهنبدا نعرضها للبيع ب 270 وشويه فك. واللامبورجيني برضو هعرضها للبيع بنفس سعر اختها اللي هو 687 وي وي وي، ده هو الرقم مظبوط كده صح؟ بس بصراحه انتم عارفين المشكله ان الاثنين نفس البتاع، لازم ابص ومخمخ ودقق، بس عادي مفيش اي مشاكل. واخيرا التويوتا انا شاريها ب 26000، ابيعها ب 50000 كاش متقفلين، كاش ينطح كاش كده 50 و3 اصفار صح؟ طيب تمام مظبوط، اتمنى يكون هو مظبوط وبدرد البيع. وحتى لو ب 500000 انا هسيبها زي ما هي. بس كده 500000 ممتاز جدا، ما نشوف مين المغفل هيجي يشتريها. ده عايز في العربيه 630 وده 591. لا يا باشا احنا هنبيعها ب 630 وش على طول. يلا معلم مع السلامة. هلا هلا هلا. الحاجة دي يا جدعان اللي انا بكرهها كره العمى. 619000 والله بصراحة رقم ممتاز. بيع يا معلم على طول. ندخل على طول بقى على اخر اتنين. البنت النضارة مقبولة دي مقبولة، مقلوبة ما بحبهاش اساسا. بتقول لي ان هي هتاخدها ب 278. خلينا نشوف البنت التانية ام نفس النضارة برضه. اوه نسينا يا جماعة ندهي العربية دي السداو، هنبيعها لعيبة وخلاص. 278 طيب ماشي، لو قلت لك مثلا 300000 جنيه تاخديها؟ ها خلاص بيع يا معلم. خلاص كده تمام، فضل معانا الفيراري وفضل معانا التويوتا، كده فضل عربيتين. يا مسهل الحال يا رب. طبعا العربيه دي يا جماعه اللي جبناها تقريبا الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها مش متذكر بالظبط. طبعا هو المفروض مش هيمسح اي عربيه طول ما هي بره البتاع، لازم تدخل عنده هنا. تخيل يطلع يغسل العربيه دي تلاقيها عند بيتك قاعد ينظف لك عربيتك، يا نهار ضحك. عموما خلينا ننظف لنا الشاهين دي. انا صراحه اللي عجبني ان هي لونها اسود فابيض فشكلها جامد، وده الستايل بتاعي الصراحه على طول، انا بحب كده اسود فابيض، والاسود الكاتم بالذات بيبقى خطير. عايزه فيها 42000. طب بقول لك ايه يا حاجه، 45000 ويلا توكل على الله، لو ما رضيتيش خدي بعضك وروحي. بس كده احسن حاجه ان احنا ما بعناهاش للواد البت ده. 324000 350000 يا حاجه وخديها يلا. ها بس كده شكرا. والله يا صاحبي مالكش نصيب بقى، نظف كويس يا صاحبي وانا هروح كده مشوار وجاي لك. قشطه. خلينا ندخل كده. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2. تيجي ندخل المزاد نشوف الدنيا بتاعته. يلا خلينا نوصل المزاد، لو ما لقيناش في اي حاجه يبقى نطير بقى على الدراج ريس ده، لان الصراحه نفسي اجربه تاني. عايز بس ابص على البي ام دي اشوفها هي الجديده. والله بصوا صراحه يا شباب انا ما اعرفش، بقول لك ايه خلينا اخدها احط فيها 3000 على طول، لان هم قالوا في بي ام نازله جديده الصراحه، فانا عايز اشوفها فين البي ام النازله جديده دي. هل هي دي ولا مش هي دي؟ انا هشتريها وانتوا قولوا لي، لو هي دي يبقى تمام كده احنا ضمناها. بس كده خلاص بقت بتاعتي شكرا حبيبي، خد 2000 جنيه وريحنا. ايوه كده يا اخي، ايوه كده هو ده المطلوب اثبات. بس كده خلينا بقى نوصل بسرعه كده لسباق السحب، نشوف كده هل هقدر ادخل السباق ولا الدنيا هتلاقي عليا. والله هو بصوا فضل كام ثانيه، فضل 20 ثانيه بالظبط، ما اعرفش هلحق ولا لا. يا رب ان انا الحق يا رب. ممكن نخرم نلحق برضو ولا مش هنلحق؟ ايوه لسه واقفين. الله اكبر. ايه يا جدعان العربيات دي؟ بقول لك ايه، تعالى انت، تعالى انت، انت عربيتك كده شكلها تعبان وانا هكسبك. تعالى تعالى. هو مالها عامله كده يا جدعان؟ شفطه النص اللي تحت ليه؟ اسمع اسمع الصوت، اسمع اسمع اسمع. تعالى يا اسطى تعالى انا اوريك. تعالى ارجع بسرعه هنخسر. بس الحمد لله. 3 2 1. شغل التربو على طول، ما تسمحش لاي حد يجيبك. عربيتي برضو بصوا ضعيفه، انا اللي فوق يا جماعه، الشرطه اللي فوق والشرطه اللي تحت، بس عربيته يا جماعه بتشد خلي بالك. يا نهار ابيض، انت عارفين لو اتاخرت ثانيه فاز عليا.
بس كده شكرا. يعني صراحة سباق السحب ده خطير ورهيب جدا، وده اخر سباق معانا، وهو بين العربية الفيت ولا اللادة دي وبين الاودي. خلينا نشوف انا اللي هيفوز. شغل يا باشا التربو يا باشا، ادي التاني تالت. والله عربيته سريعة يا جدعان، يا نهار ابيض، يا لهوي على عربيته يا جدعان. اوف، انا لو صبرت شوية كان ممكن يفوز عليا. هو ليه انا كاتب هيلو ايفريوان ماي نيمز ميدو، اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والدم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.